آداب قضاء الحاجة. المسلم إذا أراد إتيان البول أو الغائط لابد له من آداب. يجب أن يستتر عن أعين الناس وجوبا. إما أن يدخل في هذه الحمامات أو يستتر بحائط بسيارة بشجرة. أو يبتعد. نعم، لابد أن يمتنع عن ذكر الله. ولا يدخل بمصحف بكتب العلم. قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني يقول هذا الدعاء، ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول. وعند الخروج يقدم الرجل اليمنى ويقول غفرانك، يقول هذا الدعاء غفرانك. نعم، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قبلة جها شيء يحتن أو تعيزنا تخوي يشي بوقتن قاعد عبيزنا تخوي. لا يأتي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس، كما أماكن جلوس الناس أو تحت الأشجار. نعم. يخا نرغن تحن تنا زوم خلوش نان قلو خلوش ميت ده حشت قوش صدو تو خلي لي تناخ وخلوش صدو عش ميت كم. لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. لا يمس ذكره بيمينه.